الأسبوع الماضي ضجت وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بقضية طعن الكاتب سلمان رشدي، وإحنا في تفاعلكم أتناولنا الموضوع، واليوم في تطورات مهمة في القصة. فللتذكير، الجمعة الماضية قام شاب أمريكي أصوله لبنانية اسمه هادي مطر بطعن الكاتب سلمان رشدي وهو على خشبة المسرح في المركز الثقافي شرق نيويورك بيلقي محاضرة عن حرية الرأي. وألقت السلطات القبض على هادي بتهمتي الاعتداء والقتل اللي قال إنه بريء منها. في تطورات اليوم، الطاعن هادي مطر عملت مع صحيفة نيويورك بوست لقاء من داخل السجن وقال فيه إنه معجب بالخميني ووصفه بالشخصية العظيمة. وبصراحة ما كان في داعي يصرح إنه معجب بالخميني، لأنه واضح تمام الوضوح وحساباته كانت كفيلة بأنها تبين للناس هذا التأثر، لأنه حسابه على الفيسبوك كان كله صور للخميني اللي أصدر فتوى من عام 89 بهدر دم الكاتب سلمان رشدي بسبب روايته آيات شيطانية. هذه مو الجزئية الأعجب من كلامه، فرغم أنه بينكر التهم الموجهة له تماماً، لكن هادي قال أنه تفاجأ لما سمع أنه سلمان رشدي لسه عايش، يعني تصريح واضح وضوح الشمس أنه كان ناوي يقضي عليه تماماً. من العجائب الأخرى اللي قالها المتهم أنه مو قارئ للكاتب أي كتاب، وحتى روايته آيات شيطانية اللي كانت السبب في إهدار دمه من قبل الخميني ما قرأ منها إلا صفحتين مثل ما قال، وأنه شايف له بس كم فيديو على يوتيوب. وقال كمان أنه ما بيحبه وبيشوفه عدو للإسلام. وطبعا هنا يجي السؤال، إذا أنت مو قارئ للكاتب ولا بتعرف عنه شيء وما شفت له إلا كم فيديو على اليوتيوب، كيف بتقول أنك ما بتحبه؟ لا، وبتقوم وبتروح وبتنفذ عملية ضده كمان. بس بسؤاله عن علاقته بالحرس الثوري الإيراني اللي فيه معلومات قالت إنه متواصل معهم قبل الحادثة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، هو نفى هذه المعلومات وقال إنه هو اتصرف من راسه.